نحن في عصر المعرفة. هذا مو كلام، هذا واقع حقيقة. يعني مثلا زمان قبل 50 سنة الناس لما ينتقلوا من مكان لمكان كانوا يستخدموا الحمار أجلكم الله. الآن ما حد يستخدم الحمار لأنه في سيارات. طيب نحن كنا في عصر الصناعة، كانت النظام، البيئة، الهيكلة الاقتصادية، الحركة التنظيمية تماما مختلفة، 180 درجة مختلفة عن ما هي عليه اليوم. راح أسلط الضوء فقط على بعض التغيرات، وأي تخطيط للتنمية من دون النظر لهذه المتغيرات اللي حصلت ما راح يودينا مكان. أول شيء مفهوم العمل التقليدي انتهى. أنا نفس المحاضرة كنت ألقيها سنة 2012 كنت أقول لهم راح ينتهي، الحين أقول انتهى. الآن ما عاد في هناك بشكل عام موظف وبس عنده ياخذ رزقه من الوظيفة، هذا العصر انتهى. الموظف الآن موظف ويشتغل في الفضاء الافتراضي، أو عنده محل يبيع أغراض منه، دكان صغير، أو يمارس السمسرة في وقت آخر. عندنا محفظة أعمال، محفظة أعمال. الفرد الموظف قد ينشئ له شركة صغيرة وهو يكون صاحب عمل وهو في نفس الوقت موظف، وقد يمارس أحيانا التدريب فهو مدرب فريلانسر صاحب عمل وموظف. هذا التفرقة ما بين المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وما بين الأفراد في خطط التنموية، هذا ما شيء صحيح. ما ممكن تكون عند جهتين معنيتين عن هذا الموضوع، جهة معنية فقط عن الموارد البشرية عن التوظيف وعن العمل، وجهة معنية عن المؤسسات الصغيرة، لأنه هذا يقودك في الريجوليشنز ماله، في التنظيمات ماله، في السياسات ماله الاتجاه، وهذه تقودك لاتجاه آخر وانت ضايع في النص. الشيء الثاني تغير المؤسسات الصغيرة. أيضا من ضمن المشاكل الثقافية اللي عندنا إن المؤسسات الصغيرة عندنا هنا مشكلة، نحن نتعامل مع المؤسسات الصغيرة كأنها مشكلة. عشان نخرج من مشكلة البطالة والباحثين عن عمل طلعنا هناك شيء ثاني اسمه المؤسسات الصغيرة، ودفعنا الناس للمؤسسات الصغيرة، وهي أيضا مشكلة ثانية نبغى نعالجها. لا، المؤسسات الصغيرة هي الاقتصاد في عالم اليوم، ما هي مكون رئيسي في الاقتصاد، لا هي الاقتصاد. شوفوا وفقا لمنظمة التجارة العالمية الشركات الصغيرة المتوسطة تمثل أكثر من 90% من رجال الأعمال، وفيها ما بين 70-60% من العمالة، و 55% من الناتج المحلي الإجمالي يطلع من المؤسسات الصغيرة المتوسطة. هي الاقتصاد.